على العموم الطلب اللي انا بطلبه بخصوص 313 هو طلبه بنفسه قبل كده. يعني ايه؟ في اخر لقاء معاه هو اللي طلب انهاء العمليه بنفسه، ولو اني شايف انه ما كانش جاد في طلبه. ما كانش جاد؟ هو طلب الطلب ده كنوع من التمرد الطبيعي في شخصيته، ويمكن يكون منوره. ممكن توضح اكتر يا بهاء؟ سيادتك عارف يا فندم ان عادل هو اللي كان على اتصال بيه من مارس 57 لحد دلوقتي، يعني اكتر من سنه ونص اهو. و 313 في الفتره الاخيره كان بيحاول يلح في طلب فلوس، وعادل كان بيحاول يفهمه ان اداؤه ما يتناسبش مع الفلوس اللي بياخدها. امتى طلب انهاء العمليه بالظبط؟ ان شاء الله دلوقتي. انا مستعد. يعني اقدر اعتبر ده طلب رسمي؟ اعمل لك ايه يا عادل بيه؟ اذا كان سعادتك كل ما تقابلني ما تكلمنيش غير عن الفلوس، هو انا يعني بطلب الفلوس دي عشان اصرفها على نفسي؟ انا ما قلتش كده. ازاي بقى؟ كلام سعادتك معناه كده؟ ده غير حقيقي. امال سعادتك تقصد ايه بالظبط؟ لان الفلوس دي ملهاش مقابل وهي بتندفع فيه. والله اللي انا بقدر عليه بعمله. طب يا اخي ما تبذل جهد اكبر. نفس الكلام اللي قاله مصطفى بيه. يبقى انا عندي حق. شوف يا سيد عادل، انتوا تعرفوا عني كل حاجه بالتاكيد، لكن اللي ما تعرفوش بقى ان انا دلوقتي بيتعرف ناس كتير جدا، بيتعرف ضباط في الجيش وفي الطيران، علماء، اساتذه، اعضاء مهمين في الارشادات، اغنياء، فقراء، مجندات في الجيش، كل ده كويس. طب يا اخي تعرف الناس دي كلها وما انتش عارف تجيب شغل بالزمن اسمه كلام؟ والله اللي انا بعرفه وبسمعه وبجيبه. قولوا لي سعادتك عايزين تعرفوا ايه بالظبط وانا مش قد اعمله. يوه تاني يا ديفيد. شوف سعادتك، انا بقالي سنه دلوقتي ما بسمعش غير التوبيخ واللوم. انت بتسمي المناقشه توبيخ ولوم؟ وسعادتك دلوقتي لما تقول عليا كسلان وخواف دي مناقشه؟ لان هي دي الحقيقه، وانت لازم تواجه الحقيقه بنفسك من غير غضب ولا زعل يا ديفيد. يا سلام ديفيد، حط نفسك مطرحي. انت فعلا خواف لانك انت بنفسك قلت يا لي. عادل بيه ده مش خوف، اقسم لك بالله مش خوف. امال اللي انت قلته لي قبل كده ده بتسميه ايه؟ حرص. لا، فرق كبير قوي بين الحرص والخوف يا ديفيد. اللي بيخاف يا سيد عادل ما يروحش اسرائيل اصلا، ما يحطش رقبته في حبل المشنقه كل ثانيه في عمره. انا ساعات وانا قاعد في مكتبي في ماجي تورس ساعات بتخيل ان باب اتفتح عليا فجاه ودخل عليا مسيو سامحون او ماجي او حتى ايفيت. طب ودي فيها ايه؟ فيها اني انكشف في ثانيه. ليه؟ لان اسرائيل كلها عارفه ان شارلو سامحون هو اللي بيساعدني، وان لولا فلوسه كان المكتب ده اتقفل من زمان. اسمع يا عادل بيه، محسن بيه علمني اني ما اسالش اكتر من كده، ده حتى قال لي اذا سالت ممكن سؤال يكشفني، لان طريقه السؤال ممكن تكشف. انا عارف كويس كل اللي قاله لك محسن بيه. انا كل ليله لما احط راسي فوق المخده واغمض عينيا الاقي حبل المشنقه بيتمرجح فوق دماغي. عاوزني اخاف ولا احط راسي في الخيه؟ عيبك يا ديفيد انك عاوز تقعد مطرحك والاخبار تيجي لغايه عندك. شفت بقى لما اقول لك رجعني مصر اذا كنتوا شايفين اني ما ينفعش ما تزعلش مني. عشان كده بقول انه حتى ما عندوش استعداد يتحرك، احنا نرجعه احسن ونخلص من وجع الدماغ ده. واضح ان الشاب ده متمرد نتيجة ظروف معينة، بس واضح اكتر ان في حلقة مفقودة في الموضوع ده كله. تقصد ايه يا نديم؟ محسن ممتاز.